يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم بقناة ميدزو. أنا زميلتكم خديجة فيصل طالبة تحليل طبية. اليوم رح أكمل شرح مادة الكلينيكال تو. رح نبلش اليوم بشابتر الكيدني فانكشن. خلينا أول شي نشوف الأناتومي أوف كيدني. شكلها بيكون على شكل حبة الفول مثل ما شايفين. كمان إنه في تو كيدني بالجسم أكيد. هلأ وين بيكونوا؟ بيكونوا الريترو بيروتينالي اللي هو أسفل، لأ عفوا، خلف التجويف البطني. طول 12 سنتيمتر ووزنه 150 جرام. بتستقبل 25% من الكاردييك اوتبوت اللي هو حجم الدم اللي بضخه القلب، فهي بتستقبل تقريبا ربعه من هذا الحجم. الكاردييك اوتبوت الكامل 3 لتر بير مينت، كل دقيقه بضخ القلب بضخ 3 لتر من الدم، فهي الكدني بتستقبل 75 مليمتر بير مينت. بتفلتر 180 لتر لكل يوم، وبتنتج من اليورين كل يوم من نص لتر للترين تقريبا. هلأ رح نحكي عن الفانكشنال يونت اوف ذا كيدني اللي هو النفرون، واللي هو الوحدة الرئيسية بالكيدني او الوحدة الوظيفية واهم مكون بالكيدني. كل كيدني فيها من نص لواحد ونص مليون نفرون. هذا النفرون مثل ما شايفين هون بيتكون من الجلوميرولوس، البروكسيمال اللي هو البروكسيمال تبيول اللي هو القريب، والديستال تبيول اللي هو البعيد، واللوب اوف هنلي اللي هو بين البروكسيمال وبين الديستال، واخر شيء اللي هو الكولكتنج داكت اللي هو بيطلع اليورين اوتبوت وبيكون كونسنتريتد يورين. طيب نتعرف على كل جزء من النفرون ونشوف شو وظيفته. اول شيء حكينا الجلوميرولوس اللي هو فيرست بارت اوف ذا نفرون. الفانكشن له فلتر بلازما تو فورم ان الترا فلتريت. في عنده الافيرنت ارتريول اللي هو مكان دخول الدم، في عنده الافيرنت ارتريول مكان خروج الدم المفلتر وجاهز بده اياه الجسم فيه المواد اللي بيحتاجها الجسم. في كمان هون يحاط الجلوميرولوس بالبومانس كابسول، وهون مكان لخروج المواد اللي لسه ما تفلترت وبدها فلتره، بتروح على البروكسيمال مشان تكمل طريقها بالنفرون كامل. هلا بصير الفلتره هون بالجلوميرولوس حسب الحجم وحسب الشارج اوف مولكيولز او الايونز او الايونز اللي بصير لهم فلتره. لانه هون الجلوميرولوس البيزمنت اوف البيزمنت ممبرين اوف جلوميرولوس بيكون سيمي بيرميابل يعني شبه منفذ، فبيعمل بحد بيكون نوع محدد من الجزيئات والايونات بمررها او ما بمررها حسب الحجم وحسب الشارج. هذا كتير مهم نعرفه. هلا الجزيئات او الايونات اللي بتمر خلال الجلوميرولوس عندنا هدول الايونز والالكترولايت، ال Na+ ال K Cl- الكالسيوم الى اخره، كمان الووتر، السمول مولكيولز مثل الجلوكوز والامينو اسيدز، كمان مثلا اللو مولكيولر ويت بروتينز. اللو مولكيولر ويت انتبهوا، كمان الويست برودكت مثل الكرياتينين واليوريا. فهون اللي بصير لهم ري ابزوربشن بيروحوا على البلد، هدول بصير لهم ري ابزوربشن. اللي بصير لهم اكسكريشن مثل الويست برودكت بيروحوا على اليورين. طيب البروكسيمال كونفوليوتد تبيول اللي هو الموست ميتابوليكالي اكتف بارت اوف ذا نفرون، هون بصير اكتر جزء للري ابزوربشن بصير بالبروكسيمال كونفوليوتد، حوالي 60-80% من ري ابزوربشن. فيه القوة الدافعة للأكتف ترانسبورت للن اي بلس، والن اي بلس نحن مثل ما بنعرف انه بيتبعها الووتر. فلتريت فوليوم ديكريزز، بينقص حجم الفوليوم اللي اتفلتر، ومثل ما شايفين هون بصير ري ابزوربشن للسي ال ماينس، كمان للن اي بلس، للووتر، للجلوكوز، للفيتامينز، هدول بصير لهم ري ابزوربشن بيروحوا على البلد، واللي ما تفلتر بيرجع بيكمل وبيروح على اللوب اوف هنلي. خلينا نكمل. اللوب اوف هنلي بيتكون من جزيئين، او خلينا نحكي يسموهم اثنين اندوبين اللي هم الديسندنج والاسندنج. الديسندنج اللي هو النازل، والاسندنج اللي هو الطالع. الفرق بيناتهم بالمبرين تبعهم انه هون الديسندنج النازل بيعمل بيرميابل اوتو ووتر، بينفذ الماء بس ما بينفذ الاملاح اللي هم الـ Na والـ Cl.
أما الأسندنج العكس، impermeable to water، ما بينفذ الماء بس بينفذ السوليوتس الأملاح. فهون اسمه الداون فلو لأنه هو نازل، وهون الأب فلو الأب وورد فلو. طيب خلينا ناخد آخر شيء بالمكون بال حتى لا مو آخر شيء قبل الأخير، مكون للمكونات النفرون اللي هو distal convoluted tubule. الديستال هو أقصر من البروكسيمال بيكون بالعادة، مسؤول عن الأسيد بيس بالانس لأنه بيعمل ري أبزوربشن للصوديوم، بيعمل إكسكريشن للبوتاسيوم، وكمان بيعمل ري أبزوربشن للكالسيوم. هون من مثل ما نحن شايفين على الرسمة المواد اللي لسه ما تفلترت تدخل على الديستال، وهون بصير الري أبزوربشن والمواد اللي بده إياها الدم أو الجسم بتروح على الانترستيشيال بلود. طيب الكولكتنج داكت اللي هو اخر مكون بالنفرون determines final concentration of urine، بيحدد الكونسنتريشن اوف يورين هو. فهون بيكون قبل ما يوصل الفوليوم اللي بده البلد او المكونات اللي بدها فلتر قبل ما توصل على الكولكتنج داكت، بيكون عندنا لارج فوليوم اوف دايلويتد اوف ديلوتد اوف ديلوت يورين. بعد ما يصير لها فلتره بالكولكتنج داكت بصير سمول فوليوم اوف كونسنتريتد يورين، فبيتركز اليورين بهاي المنطقه. Normally impermeable to water reabsorption, response to external signals مثل ال ADH والالدوستيرون. Final product اللي هو اليورين. بالhealthy urine يعني ما بيكون في مشاكل بالكدني، خلينا نحكي لازم يكون حجم اليورين لكل يوم من نص لاتنين لتر، clear amber colored بيكون أصفر، ال pH لقلي من 5 إلى 6، الأزمولاليتي 50 لـ 1400، البروتين من 50 لـ 80، والألبومين أكتر شيء يعني شائع إنه يكون أو ما يكون لازم يكون أقل من 30 ميلي جرام بير داي، والجلوكوز يكون أقل من 0.5 جرام بير داي، حجم الجلوكوز باليورين او تركيزه. خلينا نشوف شو الكيدني فانكشنز، شو وظائف الكيدني. The kidney is a multifunctional organ. The main function is the storage of liquids by concentration of urine. وظيفتها الرئيسية اللي هي تحافظ على الليكويدز عن طريق تركيز اليورين، اللي هو يعني تركز حجم اليورين. أول وظيفة اللي هي exeratory function اللي هي الوظيفة الإخراجية، remove waste products من blood مثل اليوريا، اليوريك أسيد، الكرياتينين، اليوريبيلينا، وكمان بعض الأورجانيك أسيد والدراجس اللي هما الأدوية. كمان أحيانا المواد الغذائية اللي بناكلها فيها أو بيكون فيها يعني excessive supply، يعني over بيكون في شيء حجم أكتر من اللازم اللي بيحتاجه الجسم مثل الصوديوم، البوتاسيوم، الكلورايد، الكالسيوم، كمان بصير لها ريموف. الوظيفة الثانية واللي هي الهيموستاتيك رول واللي من ضمنها regulation of blood pressure, circulating volume، الحفاظ على الووتر عن طريق اليورين concentration، pH اللي هو الأسيد بيس بالانس، إنه يعمل eliminating للradical acids وبنفس الوقت يعيد امتصاص البيسز مشان يحافظ على acid base balance، regulation of electrolytes والexcretion والreabsorption يعمل لهم إعادة امتصاص أو excretion اللي هم Na, K, Ca والمغنيسيوم. كمان بيتحكم بالكالسيوم فوسفورس اللي هو عن طريق الهرمون اسمه الباراثايرويد هرمون. هذا الباراثايرويد هرمون بيأثر على الكدني وبيخلي الكدني تعمل absorption للكالسيوم واكسكريشن للفوسفورس. بنفس الوقت هذا الهرمون كمان الباراثايرويد هرمون بيأثر على انزيم بيخلي انزيم بالكدني، يخلي هذا الانزيم هذا بيعمل activation للفيتامين دي، اللي هو الفيتامين دي بيساعد بالري ابزوربشن للكالسيوم. فهو كمان ضمن الهوموستاتيك رول الكدني مهمه بالحفاظ على الكالسيوم بالدم او بالعظام. كمان هذا اخذناه بالتفصيل بالكلينيكال 1. كمان مهمه بالريجوليشن اوف ذا برودكشن اوف ريد بلاد سيلز اللي هو عن طريق هرمون الاريثروبايوتين.
السكريتوري فانكشنز اللي هو الوظيفة الإفرازية حكيناها إنه بتفرز الإرثروبيوتين اللي هو بتنظم إنتاج الريد بلاد سيلز بالبون مارو، كمان بتفرز الرينين اللي هو الكي بارت أوف ذا رينين أنجيوتنسين ألدوستيرون سيستم، مسؤول عن البلاد بريشر ريجوليشن، كمان سكريشن أوف ذا أكتيف فورم أوف فيتامين دي بتفرز الأكتيف فورم تبع الفيتامين دي، كمان الكالسيوم اللي هو بيعمل ري ابزوربشن للكالسيوم، وكمان مهم بالبونز مينرالايزيشن، بتفرز البروستاجلانايدز اللي هو بيزيد تدفق الدم على الكدني، والوظائف تانية مو مهم نعرف يعني بالضبط شو هون، بس انه الدكتور حب هيك فرجينا كل انه شو الوظائف بشكل عام. خلينا نيجي على الجزء الأهم بالشابتر واللي بهم الدكتور وبهمنا نحنا كمان أكتر من الشغلات اللي حكيناها اللي هي اللابوراتوري. فحوصات الكدني اللي هم هدول كرياتينين، الجلوميرولوس فلتريشن ريت اللي هو الجي اف ار، الالبومين، البروتين، السيستاتين واليورين اناليسز، خلينا ناخدهم هلا بالتفصيل كل واحد. نبلش بالكرياتينين. قبل ما نبلش بالكرياتينين، هاي الفحوصات اللي حكيناها ليش بنعملها؟ مشان نقيم عمل الكدني، هل عم تشتغل الكدني بالجسم بشكل صحيح ولا لا، وبتعتمد على قياس الويست برودكتس بالبلد مثل الكرياتينين اليوريا، يعني اذا زادوا بيدلوا على شيء انه في خلل بالكدني. نبلش بالكرياتينين. الكرياتينين is formed from creatine and creatine and creatine phosphate in muscle. نشوفها هون بالرسمة. الكرياتينين كيف بيتكون أو كيف بينتج بالجسم؟ أول شيء نعرف الكرياتين والفوسفو كرياتين. هدول المكونين بيتكونوا بالكبد من بعض الأمينو أسد، بيرجعوا بيروحوا على التيشوز بالجسم، أكتر شيء أو المكان الرئيسي اللي بيروحوا عليه اللي هو المصل، وبيكون الفوسفور والكرياتين هو مصدر عالي للطاقة بالعضلات. فهون الكرياتين بتفقد جزيئة ماء، الفوسفوكرياتين بتفقد وحدة فوسفيت، وبينتج عندي الكرياتينين. فهذا الكرياتينين بيندمج بالبلازما وبيروح على الكدني، بيصير له فلتريشن وبيخرج عن طريق اليورين بس بكميات محددة أو كونستانت بيكون. فهو هذا الكرياتينين كونستانت بالجسم، فكتير مهم إنه نقيسه، وقياسه بدل على أشياء مهمة لازم يعني لازم المريض ينتبه لها. excreted into the plasma at a constant rate related to muscle mass، كمان بيتعلق بحجم المصل، معناته بيتأثر بالجنس ذكر أو أنثى حسب الماس of muscle. plasma creatinine is inversely related to glomerular filtration rate، بيتناسب تناسب عكسي مع الجي اف ار، فكل ما كان الجي اف ار عالي معناته الكرياتينين نسبته قليلة بالجسم وهذا بالبلد أو بالبلازما، وهذا الشيء منيح. It is commonly used to assess renal filtration function، منقيسه مشان نقيم الفلتريشن، وظيفة الفلتريشن بالكدني أو عمل الفلتريشن بالكدني. Creatinine is freely filtered at the glomerulus and is also to a very small extent secreted into the tubules. So any problem with glomerular filtration has a significant effect on the excretion of creatinine, resulting in a much substantial rise in a serum creatinine level. بيحكي لي انه اي مشكله بالجلوميرولار فلتريشن هاد بياثر على الافراز الكرياتينين، وبيكون الكرياتينين مستواه عالي بالسيرم. النورمال سيرم كرياتينين لازم يكون من تقريبا من نص لواحد ونص ميلي جرام بير ديسي لتر. سيرم كرياتينين is a better indicator of renal function and more especially glomerular function، يعني إذا كان كتير الكرياتينين عالي معناته هاد بدلي بشكل خاص إنه في خلل بالجلوميرولس، والكرياتينين يعني بدل على انه في خلل بالجلوميرولس اكثر من اليوريا، لانه حكينا ليش، لانه هو كونستانت ثابت، ما بصير له لا ري ابزوربشن ولا اكسكريشن، خلص بيصير له فلتريشن وبيطلع مع اليورين.
كريتينين is most commonly measured in laboratories عن طريق طريقة اسمها الجافا ميثود اللي هو calorimetrically by Jaffa method. طيب شو هو الجي اف ار اللي حكينا؟ الجلوميرولار فلتريشن. هذا الجي اف ار بيقيس لي قديش الكلى قدرت انها تفلتر او قديش عمل الكلى بالفلتره. فكل ما كان عالي كل ما كانت الكلى عم تشتغل مظبوط وتمام. فبيقيس لي اني سوليوت اي مذاب تم تفلترته وما بصير له لا ري ابزوربشن ولا سكريشن، لازم يكون ريليتيفلي كونستانت. مثل حكينا مثل الكرياتينين هو تقريبا ثابت ما بصير له لا ري ابزوربشن ولا سكريشن. The rate therefore measured is the quantity of the substance in the urine that originated from a calculable volume of blood. هلا بنعرف كيف هون بهي المعادلة منقيس المادة اللي نحنا بدنا نعمل لها جي اف ار، مثلا الكرياتينين، منشوف قديش هي تركيزها باليورين، منضرب بحجم اليورين اللي هو مثلا بالكرياتينين بنعمل 24 hours، منشوف بخلال هدول ال 24 ساعة قديش صار urination يعني حجم اليورين، منضربه بتركيز المادة حكيناها بتركيز المادة اللي بتكون باليورين، وكمان بنفس الوقت بنسحب عينة دم ونشوف تركيز المادة اللي بدنا نحسب لها جي اف ار بالبلازما ونقسمها على هدول. The جي اف ار is typically recorded in units of volume per time. دائما اليونت تبعه بتكون volume per time. مثلا اذا كانت مليليتر لازم تكون لكل منت، اذا كانت لتر لازم تكون لكل ساعة هيك. There are several different techniques used to calculate or estimate the glomerular filtration rate GFR او اسمه EGFR. طيب خلينا ناخد بعد الجي اف ار نروح على فحص اليوريا، اظن انه هيك بصير ارتب للافكار. خلينا ناخد اليوريا. طيب نعرف شو هي اليوريا اصلا وكيف تتكون بالجسم. اليوريا هي ناتج نهائي من تحطيم البروتينات بالجسم، produced from the amino group، من الامينو جروب اللي موجود تبع الامينو اسيدز اللي بيكون اصلا البروتينات. تنتج بالليفر عن طريق اليوريا سايكل، يعني المكان الرئيسي لليوريا سايكل هو الليفر، كمان ممكن تصير بالكدني. يوريا undergoes filtration at the glomerulus، بصير لها filtration بالglomerulus، وبصير لها كمان secretion و reabsorption بالtubular اللي هم حكيناهم بأول الشابتر عفوا البروكسيمال والديستال. لما بيرتفع السيرم أو لما يلاحظ ارتفاعه باليوريا بالسيرم، يعني بصير rise level of serum urea، هاد بيأشر إنه في dysfunction بشكل خاص بالجلوميرولار ديسفانكشن بالجلوميرولاس يعني. وهذا اليوريا ما بيرتفع الا لما بتكون الفانكشن تبع الجلوميرولاس انخفضت لاقل من 50%، يعني بيكون في خلل بالجلوميرولاس اكثر من 50%، فالفانكشن تبعها صار اقل من 50%، يعني بتكون اتدمرت اكثر من النص. النورمال سيرم بيكون من 20-45 ميلي جرام بير ديسيليتر. كمان بس بدنا نعرف انه اليوريا بتتأثر بكمية البروتين اللي بيتم اخذها عن طريق الغذاء. اما الكرياتينين ما بتتأثر بالكمية الغذاء، لا هذيك بتتأثر حكينا بالمسل ماس، هون الفرق انها بتتأثر بالدايت. فممكن انها ترتفع في حال انه نكون ماكلين كتير بروتينات، فلما ترتفع والله انه خلاص ما بنحكي انه في مرض بالكدني، لا عادي ارتفعت بسبب انه في اكل بيكون يعني بيحتوي على كمية بروتينات كبيرة تم اخذها من قبل الشخص. A high protein diet may increase the blood urea حكينا، بنفس الوقت low protein diet ممكن انها كمان تخفض من اليوريا ليفل بالبلازما. Other causes of protein catabolism such as any hypermetabolic conditions مثل حكينا مثلا الستارفيشن، في حالة المجاعة الجسم بيلجأ للمصل انه ياخد منها البروتينات مشان ينتج طاقة.
فهون بينخفض او بيزيد، هون بيزيد لما بصير في starvation بيزيد كميه اليوريا بالبلازما لانه عم بزيد تحطيم البروتينات، فبيزيد اليوريا يوريا ميد. كمان بنفس الوقت انه ممكن انه يصير في انخفاض لليوريا امتى؟ بحالات الهيباتيك انجري، بيكون في مشكله بالهيباتوسايت اللي موجودين بالليفر اللي هم خلايا الليفر، بيكون في مشكله فيهم، فما بيقدر ما عم بيكون الليفر بيعمل اليوريا سايكل بالشكل الصحيح، فبصير في انخفاض لليوريا. خلينا هلا ناخذ فحص اليوريا كليرنس ونشوف شو هاد هو اليوريا كليرنس. فخلينا نعرف اول شيء شو يعني كليرنس. كليرنس اللي هو معدل الويست برودكت اللي صار له ريموفد من البلاد لليورين. طيب شو يعني يوريا كليرنس؟ معناته هي كمية اليوريا اللي صار لها ريموفد او كليرينج من البلاد لليورين بير 1 مينت، لكل دقيقة. هلا بنشوف كيف بنعمل هذا الفحص. بهذا الفحص لازم نعمل قياس لل concentration of urea in blood، concentration of urea in urine، وكمان نعرف كمية اليورين اللي صار لها excreted بمدة زمنية محددة، مثلا 1 hour. منجيب والله البيشنت لعنا على اللاب ومنخليه يعمل يورينيشن، هذا الأول فوليوم ما منقرب له ولا منقيس فيه شيء. هون clearance is made to void urine and then بعدين منخليه يشرب كاستين مي بساعة واحدة. خلال هاي الساعة بعد ما شرب هذول الكاستين بنصبر عليه ساعة، بعدين بناخد منه blood specimen وبناخد كمان يورين سامبل، فمنقيس كمية اليوريا بالبلاد اللي أخذناها من البلاد اللي أخذناها، وكمية اليوريا كمان من اليورين سامبل اللي أخذناها. بعد ساعة كمان نرجع ناخد منه يورين سامبل تانية ومنقيس اليوريا فيها، وبيكون عنا هاي المعادلة ومنحسبهم. كيف؟ أول شيء اليورين يوريا كونسنتريشن منشوف اللي هم بالتو سامبل، بناخد الكونسنتريشن اوف يوريا باليورين من التو سامبلز اللي عملناهم اللي هم باول ساعه وبتاني ساعه اخذنا منه تو سامبلز. انتبهوا اليورين فوليوم بير مينيت اللي هو بنحسب الفوليوم اللي الفوليوم تبع اليورين بالساعه هاي لكل دقيقه، يعني نحسب 24 الساعة بنضربها بستين فبيطلع عنا per minute. اليوريا concentration بالسيرم اللي هي السامبل اللي اخذناها من الساعة الاولى بعد ما شرب كاستين المي، منشوف قديش في تركيز لليوريا بالسيرم وبس. هذا اليوريا كليرنس. خلينا نشوف الكرياتينين كليرنس. كرياتينين is filtered at the glomerulus، حكينا its reabsorption at the tubular level is insignificant، يعني بشكل ضئيل جدا جدا، فهو اصلا constant، بصير له reabsorption بس يعني بكمية قليلة جدا جدا، تهمل هاي الكمية وبس بنعتبره انه هو relatively constant. because of this كرياتينين clearance can be used to measure glomerular filtration rate، لهذا السبب ان هو بصير له reabsorption insignificant بشكل تافه جدا فهو ثابت، لهيك بنستعمله بالجي اف ار. كمان نقدر نحسب الكليرانس كرياتينين بس بيختلف عن طريق حساب اليوريا كرياتينين. هون بناخد 24 hours لليورين، هناك اخذناه بساعه واحده وعطينا المريض كاستين مي، خليناه يشربهم الكاستين مي. هون لا 24 hours نجمع منه يورين، بنعطيه الكونتينر وهو بيجمع خلال 24 ساعة يورين. طبعا أول سامبل مثل ما بنعرف اللي هي بنخليه كبة، بعدين ببلش اللي هي first morning بنخليه كبة، وبعدين ببلش يجمع ل 24 ساعة يورين، وبيجيب لنا إياهم على اللاب، وبنحسب الconcentration of كرياتينين بهدول اليورين، وكمان بنسحب منه دم وبنحسب الكونسنتريشن اوف كرياتينين بالسيرم،
وكمان بنرجع للمعادله هاي وبنشوف الكونسنتريشن اوف كرياتينين ان يورين، بنضربها بالفوليوم اوف يورين على الكونسنتريشن اوف كرياتينين ان سيرم. هاي ال 1440 اضربه ال 24 ضرب 60 بيطلع عنا 1440، يعني مشان نخلي اليونت ميلي لتر بير مينت، هدول 1440 دقيقه يعني. فالنورمال رينج للكرياتينين بالميل بيختلف عن الفيميل، ليش حكينا؟ لانه الكرياتينين بيتاثر بالماسل ماس، فالميل يكون من 100 ل 120، الفيميل الوضع الطبيعي من 95 ل 105. بس والله اذا طلع فوق ال 120 ولا فوق ال 105 اروح احكي انه ما في شيء ولا اصير ادقق ورا الموضوع، لا نو هاف مينينج، يعني بالعكس بتكون كفاءه الكلى عنده منيحه. خلينا نرجع للفحوص اللي قطعناها، خلصنا هيك اليوريا والكرياتينين واليوريا كليرانس والكرياتينين كليرانس والجي اف ار. نيجي لليورين ألبومين اند بروتين، اللي هو قياس البروتين والألبومين باليورين. A urine protein test is a screening test to look for the presence of proteins albumin in the urine. هذا الفحص بنستخدمه مشان نشوف اذا في ألبومين بشكل خاص من البروتينات باليورين. نشيك على إذا في kidney disease، كمان monitoring the progression of kidney disease، يعني نراقب إذا كان في مرض بالكلى، فإنه عن طريق هذا الفحص بنصير نراقب تقدم هذا المرض. As blood passes through healthy kidneys، هلا حكينا إنه الدم بيمر بالكدني مشان تعمله فلترة، صح ولا لا؟ صح. They filter the waste products out، بتعمل بتفلتر ال waste products، بتعمل لهم out عن طريق اليورين. And leave in the things the body needs، وكمان بتعمل reabsorption للمكونات اللي بيحتاج الجسم وبترجع للدم. مثل مين؟ مثل البروتينات. هاي البروتينات كتير مهمة للجسم، فبيصير لها reabsorption بالكدني. بس بعض البروتينات بتكون كتير كبيرة، فلازم ما تكون موجودة باليورين، اللي هو مثل الألبومين مثلا. فإذا مرت والله بالكدني وما صار لها sorry most proteins are too big to pass through the kidneys filters into the urine unless the kidneys are damaged. يعني هاي البروتينات اللي كتير كبيرة ما بتروح على اليورين إلا لما بيكون في مشكلة بالكدني اللي هو damaged، يعني ما فلترتها منيح الكدني، ما رجعتها على الجسم، معناته في مشكلة بالكدني. The main protein that is most likely to appear in urine is albumin. هو البروتين الرئيسي اللي دائما نفحص عنه الألبومين، هو أكتر شيء. Proteins from the blood can escape into the urine when the filters of the kidneys called glomeruli are damaged. يعني هذا الألبومين أو بعض البروتينات اللي بتهرب من الدم وبتروح على اليورين بيكون في damaged بالكدني وخاصة بالglomerulus. Sometimes the term albuminuria is used when a urine test detects albumin specifically. يعني هاد أكتر شيء بنستخدمه مشان نفحص أو نشيك إذا في ألبومين باليورين. طب بنيجي على السيستاتين سي. هذا السيستاتين سي بروتين موجود أو مو موجود، هو ناتج عن كل الخلايا اللي بتكون نيوكلياتد فيها نيوكليوس. طيب فهو كونستانت ريت، كمان بينتج بشكل ثابت مثل الكرياتينين، حتى هاد مور اكوريت، ثباتيته اكتر من الكرياتينين. حكينا الكرياتينين بيصيروا ري ابزوربشن بس بشكل ضئيل جدا جدا، هاد السيستاتين ما سيستاتين سي ما بصير له ابدا سكريشن او ري ابزوربشن. It has no other route of elimination. خلينا نرجع نعيد. It is relatively freely filtered، بصير له filtrated بالglomerulus، ما بصير له حكينا بالsecretion وreabsorption أبدا ما بصير له. It has no other route of elimination، يعني ما له طريقة تانية للفلترة إلا الglomerulus. It fulfills many of the requirements of a marker of the GFR. بنستخدمه بالGFR أكتر، يعني هو بيكون أكتر دقة من الكرياتينين، أفضل بكتير من الكرياتينين.
سيرم ليش؟ بسبب انه حكينا ما بصيروا لا reabsorption ولا secretion. سيرم concentrations are unaffected. كمان هذا السيستاتين ما بيتأثر لا بالمسل ماس ولا بالدايت ولا بالايج ولا بالجنس. بس إذا كان في thyroid status يعني thyroid disease في مرض حسب حالة الثايرويد، إذا كان فيها شيء خلل أو في obesity اللي هو السمنة، هذا بيأثر على السيستاتين. ليش؟ لأنه الثايرويد اللي هي بتفرز T3 والT4 فهي بتأثر على metabolism of cells in the body. فإذا كان في hyperthyroidism معناته رح يصير increasing للميتابوليزم على الخلية. وحكينا إنه السيستاتين هو ناتج من الميتابوليزم تبع الخلايا اللي بتكون نيوكلياتد. وكمان السيستاتين هو موجود بكل بكل أنسجة الجسم وسوائله. شو كمان تحكي لكم هون؟ إنه هو كمان بيوميكر، يعني قياس منيح للكيدني فانكشن، وحكينا إنه هو more accurate من الكرياتينين. كمان it is stable in blood، ثابت بالدم، فهو بيزبط إنه نقيسه عن طريق الأميونو أسي. طب نيجي على اليورين أناليسز، هو أسهل شيء تقريبا. Is a test of the urine consists of a group of screening tests generally performed as a part of physical examination. هو من الفحوصات اللي الفيزيكال للجسم. It involves both macroscopic and microscopic. الماكروسكوبيك اللي بنشوفها بالعين، والمايكروسكوبيك تحت الميكروسكوب. الماكروسكوبيك يعني انه نشوف اللون، العكورة والحجم اللي لازم للفحص. It includes assessment of physical characteristic. لا ما دخل الحجم هون. تقييم للphysical characteristic، للchemical analysis اللي هو الستريب. عن طريق الستريب بنقدر نشوف كل شيء مثل الجلوكوز واللي اخذناهم. This is called macroscopic analysis and microscopic examination of urine sample مثلا random. يعني هون منشوف مكون ما لازم يكون اصلا باليورين، وبعد ما صار فلتريشن فلازم ما يكون هذا المكون، مثل ارتفع تركيز الجلوكوز باليورين، هذا مؤشر لشغلات تانية فبنقدر نشوفه باليورين اناليسيز اللي هو عن طريق الستريب. مثلا حكينا عن اليوريا والكليرنس والكرياتينين كليرنس، خلينا نحكي عن الاوزمولاليتي. طيب شو يعني osmolality؟ اللي هي كمية المادة المذابة أو solvent بالsolution، فهي بتعكس ال concentration of substances، تركيز المواد باليورين أو بالبلد وأحيانا بالستول. مثل هاي المواد مثل الصوديوم، بوتاسيوم، كلورايد، جلوكوز، يوريا. It is used to evaluate the balance. فنحن هون منقيم البالانس بين الووتر والإلكترولايتس أو اللي هم dissolved particles اللي حكيناهم مثل الجلوكوز والبوتاسيوم وهي الشغلات أو هدول المكونات بالبلد أو اليورين. كمان مشان نشيك على وجود بعض المواد اللي بتأثر على البالانس مثل الصوديوم مثلا، بيأثر على البالانس بين الووتر والإلكترولايتس. And to assess the kidney's ability to concentrate urine. كمان مشان نشيك أو نقيم قدرة الكدني أو الكلية على إنها تعمل concentration of urine. فمثلاً الناس اللي ما بتشرب مي كتير، الأوزمولاليتي بيرتفع عندها. ليش؟ لأنه تركيز هاي المواد والأملاح بترتفع بالدم، فالأوزمولاليتي بيكون كتير عالي. شو كمان؟ كمان هون بيكون بنقدر كمان نعرف افراز الـ ADH عم ينفرز بشكل كافي ولا لا بالجسم، لانه مثل ما بنعرف انه الـ ADH بيحافظ على كمية الماء بالجسم، بيعمل لها restoring. كمان مشان نشوف نشيك على الـ dehydration واللي هو مثلا كمان الكرونيك دياريا اللي هو الإسهال المزمن. كمان إذا صار في تسمم كحولي بنقدر إنه نعرف هدول المواد الكحوليات بتطلع مع اليورين مثل الإيثانول، الإيثالين والميثانول.
وهيك هاد فحص الأجمل اللي تي كامل. فهو يا بيكون بلاد يا أما يورين. إذا كان يورين بيكون راندوم، وأحيانا مناخد ستول سامبل بس لازم تكون ليكويد وفريش. طيب آخر فحص بهذا الشابتر، طبعا هذا الشابتر ما خلص بس لهون نحنا امتحاننا لهذا الفحص رح ناخده هلأ، الكيدني ستون أسسمنت. Kidney stone disease, also known as urelithiasis, is when a solid piece of material, kidney stone, occurs in the urinary tract. لما بتكون قطعة صغيرة من الكيدني ستون بتكون موجودة بالurinary tract. بيصير عندي هذا المرض اللي اسمه urelithiasis. اللي هو بنحكي له بالعامية الحصوة بالكلى. هاي الستون إذا كانت صغيرة بتقدر إنها تطلع باليورين وتمر عن طريق اليورين ستريم وخلاص يتخلص منها الجسم بدون سيمبتومز. أما والله إذا كانت كبيرة أكتر من 5 مللي لترز لا، بتسبب انسداد باليوريتر وبتسبب سيفير بين، ألم كتير حاد باللور باك أو بالأبدومن، وممكن كمان إنها تعمل بلاد باليورين أو vomiting أو painful urination، ألم كتير حاد خلال urination. Most stones formed due to a combination of genetics and environmental factors، يعني في عوامل وراثية أو بيئية بتأثر أو بتخلي هاد الستون تصير بالكدني وتعمل blockage. Risk factors include high urine calcium levels اللي هو ارتفاع الكالسيوم باليورين، الأوبيسيتي، وبعض الأطعمة. هلأ خلينا نعرف شغلة اللي هو الأوكزاليت، الكالسيوم أوكزاليت. هذا الكالسيوم أوكزاليت موجود ببعض الأطعمة، بيرفع الكالسيوم باليورين وبيعمل كمان أو بيكون ناتج عن الهايبرثايروديزم اللي هو ارتفاع T3 وT4 بالجسم، فبيرتفع الميتابوليزم بالجسم فبيرفع الكالسيوم. فهذا الكالسيوم بيكون كتير باليورين ممكن انهم يتجمعوا ويصيروا على شكل ستون، فبصير اسمها كالسيوم اوكزاليت. هاي الستون ممكن انها تعمل حكينا بلوكيج. شو كمان؟ بعض الأدوية ممكن إنها تسبب الستون، حكينا بعض الأطعمة كمان، قلة شرب الماء، الكالسيوم سبليمنت كمان إنها ممكن ترفع الكالسيوم حكينا، الهايبر باراثايروديزم اللي هي بتسبب ارتفاع الكالسيوم، الجوت اللي هو النقرس. هلأ شو دخل النقرس بالكيدني ستون؟ أنا بدي أحكي لكم. هلأ النقرس اللي هو خلل بالميتابوليزم تبع اليوريك أسد، فبيتشكل اليوريك أسد وبيرتفع بالجسم، ترتفع نسبته وبيترسب بالسوفت تيشو أو بالجوينتس، وخاصة بالعظام الصغيرة اللي موجودة بالقدم، فبتسبب لي الجوت اللي هو النقرس وألمه كتير قوي. هاد اليوريك أسد طيب من وين إجا اللي هو سبب النقرس؟ اليوريك أسد هو ناتج من البيورين نيوكليك أسد اللي موجودين بالسيفود، فدائما بينصحوا المرضى النقرس إنهم يخففوا من أكل السيفود وبعض اللحوم كمان أو من مشروبات الكحولية، يعني هاي برا بس إنه المفروض إنه نحكيها. فهاد الجوت فنتيجة يعني ارتفاع اليوريك أسد ممكن يسبب الستون بالكدني. And not drinking enough fluids، حكينا stones form in the kidney when minerals in urine are at high concentration، لما بتكون المينرالز المعادن باليورين كتير عالية، نسبتها كتير عالية، ممكن تسبب ستون. The diagnosis is usually based on symptoms، تشخيصها بيكون عن طريق الأعراض واليورين تيستينج، الأعراض اللي حكينا ممكن يكون في بلاد باليورين واليورين تيستينج، and medical imaging كمان ممكن يعملوا صورة للمنطقة. Blood test may also be useful، ممكن كمان فحوصات دم تكون مفيدة لهاي الشغلة. The stones are typically classified by their location or by what they are made of، يعني بيقيموا هاي الستونز بعد ما ياخدوها من الجسم
بيقيموها عن طريق أو بتتصنف عن طريق حسب موقعها أو من شو هي بتتكون. حكينا الكالسيوم أوكزيليت اللي هو ناتج من ارتفاع الكالسيوم، أو الكالسيوم سبليمنت، أو الهايبر باراثايروديزم اللي هو بيرفع الميتابوليزم بالجسم، أو ممكن تكون مكونة من اليوريك أسيد. حكينا اليوريك أسيد اللي هو بيسبب سبب الرئيسي للجوت، لهيك إنه مرضى النقرس ممكن يصير عندهم الكيدني ستون، أو الستريوفايت اللي هو الماء المغنيسيوم فوسفات أتوقع بيسبب هاد ناتج من الانفكشوس with ammonia produce organism، بالأورغانيزم اللي بيفرزوا الأمونيا ممكن يصير عندهم هذا الشيء أو يرتفع هذا المكون اللي هو المغنيسيوم فوسفورس فبيكون الستون، أو السيستين اللي هو حكينا سيست، لا مو السيستين، غير عن السيستاتين، أو السيستين اللي هو inherited بيكون شيء وراثي. وهيك بنكون كملنا مادة الامتحان اللي هو امتحان الفيرست اللي كلينيكال 2، وإن شاء الله برجع بكمل لكم شرح الشابتر بس لقدام كمان شوي. يعطيكم العافية، موفقين بالامتحان.